السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه وعيدكم مبروك. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم واحد الغريبه اللي زوينه ولذيذه بزاف، ديال الشكلاط بالشكلاط، وكتفندوها في الكوك، والداخل ديالها فيها الشكلاط طريفات وفيها القرقاع. غنحتاجو هنا فانيا، معلقه ديال الخماره، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس مع عمرش ديال القرقاع مهرمش، كاس صغير ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب نقولو، جوج ديال البيضات، وجوج ديال المعلقات ديال الكاكاو. هنا نبداو على بركة الله، بسم الله. جوج ديال البيضات وكاس ديال الزيت. المقادير كلهم كيكونوا في الدار موجودين، وكتجي لذيذه وبنينه بزاف. هنا غنحتاجو كاس صغير ديال الحليب، ولا نص كاس ديال العنبه. هنا سكر فاني وحده، فانيا وحده، والكاس ديال السكر سنيده. غنخلط الخليط ديالي حتى يذوب السكر، غنخلط مزيان. بغيتو تخلطو بيديكم، بغيتو تخلطو بسميتو الخلاط الكهربائي، انا خلطت غير بيدي. غنخلط مزيان حتى غيبان ليا الخليط. صافي، راه السكر داب وتخلط مزيان. الفورص الدقيق الابيض غنديرو على حساب الخليط، كاين بعض المرات كتهز ثلاثة الكيسان، كاين بعض المرات كتهز قل، بعض المرات كتر، كله على حساب البيض، الحجم ديال البيض قداش. دابا انا درت ثلاثة الكيسان، من بعد الدقيق الابيض غربلتو ووجدتو. هنا غنبدا نضيف الفورص بشويه بشويه حتى نجمع العجين ديالي. نبدا نضيف هكا بشوي بشوي حتى نخلط نجمع الخليط ديالي مزيان. وغادي نزيد الكاكاو والخمار، ماشي خمار عفوا، غير معلقه صغيره ديال الخميره، حيت هاد الغريبه كتخصها تجي مفرقعه، الا كثرنا فيها الخميره غادا تكبر لينا، ما غاداش تفرقع. غنخلط الخليط ديالي مزيان هكا. دابا غندير المعلقه ديال الخماره، والله البنات حتى جات لذيذه لذيذه بزاف، وخرجت لي جوج طاوات ديال الفران، يعني كتخرج واحد الكميه اللي ما بيهاش. هنا جوج معلقات ديال الكاكاو المر، معاك تجي كحله بالشكلاط، وكتفندوها في الكوك، كتعطي واحد الشكيه اللي هو رائع. دابا غنحيد سميتو، غندير بيدي، غنجمع العجينه ديالي بيدي، ما غاديش ندير واحد العجينه اللي هي عاقده، وما غنديرش العجينه اللي تبقى مرخوفه بزاف، يعني تولي تكور لينا، تولي تقدروا تشكلوها في يديكم. وهذا هو الشكل ديال العجين ديالنا. العجينه ديالنا بدات كتجمع، غادي نجمع دابا هاد الفورص اللي كيبان بيض، وغادي نضيف القرقاع، وغنضيف الشكلاط اللي طريفات. اللي بغى يدير القرقاع يديرو، اللي بغى يدير
سميتو غير الشكلاط يديرو، انا فضلت نديرهم بجوج. انا جمعت العجينه ديالي هكا، دابا غنضيف القرقاع وغنضيف القرقاع هكا باش يجي باين، كيجي زوين في العضه ديالو، كتجي يعني واحد الشكيه اللي زوين الشكلاط. ودابا غنجمع العجين ديالي، كتعجب الوليدات الصغار بزاف وكتعجب حتى الكبار، يعني كتجي لي واحد الشكيه اللي رائع. المهم الخليط ديالي هو هذا، هذا هو الشكل اللي عطاني الخليط، كتبان لكم مرخيه ولكن راه هي هذه، هذا هو الشكل اللي بدا كيتشكل لينا زوين. والقياس اللي بغيتو ديروه ديروه، ماشي مشكل، اللي بغى يكبر اللي بغى يصغر. المهم انا درت هذا الشكل، جا واحد الشكل اللي رائع، وغادي نفند في الكوك، غندير الكوك هكا وغادي نحط في الطاوله اللي غتدخل الفران. انا هادو هما الشكيلات اللي درت في العيد، هادو هما الشكيلات اللي غنوجد العيد، وغنديرو بقلاوه وغنديرو مسمنات والكيك، وغنديرو ورق العنب الملفوف. ايوا الله يرجع البركه ويعيدكم مبروك ويدخل لكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. المهم انا غنشكل هكا الشكيلات ديالي كلهم. الفران شعلته على 180 وخليته كيسخن واجد، باش الطاوله اللي ساليتها غادا نديرها مع غادا دير لي جوج طاوات. كل شيء دايز، رمضان رمضان داز على خير وسلام، والله رزق غير الصحه والسلامه، وها ليله القدر دازت وها العيد جاي تو غيدوز، والله يرجع كل شيء يكون في صحه جيده ان شاء الله يا ربي. ونتمنى من سيد ربي الشفاء للجميع، والله يشافي كل واحد ان شاء الله مريض، والله يرحم كل ميت، والله رزق الصحة والسلامة. هادشي اللي كاين، ما كلشي دايز، الشكيل ديالها هكا كيجي القرقاع والشكلاط باين فيها لداخل. درت غريبه اخرى كاع ما صورتها معاكم، حتى هي كتجي لذيذه لذيذه بزاف، حتى هي بالحامض، غريبه ديال الحامض، جات حتى هي زوينه، ومني كانت داخله الفران كانت كعاطيه واحد الريحه، واحد الريحه ديال الحامض، واحد الريحه اللي هي رائعه بزاف، ويعني من الريحه ديالها كتشهي. ولكن ما درتهاش في الفيديو، ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله وندير فيديو. نتمنى الله كلكم في صحه جيده، وعشركم مبروكه، وعيدكم عيد كريم يدخل عليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. وخليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده. بسلام عليكم.